اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت على السبيكولار، تعالوا المحاضرة دي هنتكلم على الخاصية التانية اللي بعدها على طول، اللي هي الترانسميشن. ترانسميشن او ممكن نقول عليها بمعنى تاني اللي هي الريفراكشن. طب تعالوا نشوف نعملها ازاي. طبعا هنستخدمها عشان نعمل ازاز، ونستخدمها عشان نعمل حاجة تانية هوريها لكم واحنا شغالين. هروح لكرييت، واروح لارنولد، واروح لسيرفس. وطبعا انتوا لاحظتونا حاجات جديدة عشان انا رجعت فيرجن لورا، اي ال هير اي ال سيرفس. تمام، الاي ال سيرفس جبارة بصراحة، فهخليها لوحدها، هي شبه الستاندرد سيرفس، بس خلينا نتكلم على شيدر. وهاخد ارنولد نتورك شيدر، هاخد دي واقوم حاططها على الشيدر نتورك. وممكن اروح على طول لبلجن واروح لسي 4 دي تو اي، ومنها افتح الاي بي ار. وانا هفضل بقى المره دي ان انا اخد ده واحطه هنا كده، بحيث يبقى قدامي على طول. خلي ده هنا كده، هعمل بس رايت كليك واقول له ايكون سايز، وهخليها ميديوم ايكونز عشان تبقى ظاهره قدامي بالشكل ده كده. وهروح لويندو وكاستمايز، وهقول له سيف از ستارت اب لاي اوت. بعد كده هروح للاي بي ار ويندو دي اللي احنا هنعملها، بس هتبقى في النص التاني من المحاضره دي، او في الجزء اللي بعدها. ودبل كليك، وهروح على اوبن نتورك اديتور، هقفل دي وهاجي للاي بي ار، وهاخده كده شويه، وهاخد دي كده سنه، دي كده سنه، نقفل دي كده شوية عشان يبقى كل حاجة قدامنا وكل حاجة ظهر. اول حاجة كنترول مع تاب، وهقول له ستاندرد، هكليك على ستاندرد كده، انا ستاندرد سيرفس عادي جدا. هقفل اي بي ار بس، وافتحه تاني عشان يعمل ابديت. بما اني هتعامل مع الريفراكشن سيكشن، ف بما اني هعمل حاجه زي الازاز، فانا مش محتاج ديفيوز كولر. كده كده الريفراكشن بيلغي، كل ما بتزود الويت بارامتر كل ما بتلغي تدريجيا الديفيوز. فانا هقول له انا مش عايز ديفيوز، وهقول له هنا هاجي في الاول في السبيكولر، هعلي السبيكولر شويه ليكون ارفعه سنة كده، يبقى عندي ريفلكتيف ماتريال روفنس عاليه جدا، انا عايز اخلي روفنس قليله جدا. بالمنظر ده احنا رايحين للميتال، انا مش رايح للميتال. الفكره ان انا هروح للريفراكشن، وهاجي في الويت، وهعلي الويت بالشكل ده كده. هنلاقي بقى هنا بدات لخبطه، اولا حتت بقت ازاز، والتانيه بقت ميتال. القصه دي جايه منين؟ القصه دي جايه من ان لازم لو انت هتعمل حاجه ترانسبيرنت بالشكل ده، في سبيشال تاج لازم تطبقه. هروح على الشيدر بول، رايت كليك، سي 4 دي 2 اي تاجز، وهقول له ارنولد بارامتر. في الارنولد بارامتر، بما اني مطبقه على نال اوبجكت، فارنولد مش عارف النال ده عباره عن ايه، هو مش هيقرا النال. بس انت ممكن هتقول له شو كاستم بارامترز، لو عملت كده هيتعامل مع النال على اساس اللي انت هتختاره له من هنا. طبعا استحاله تقول له كاميرا يعني، فانت هتسيبها بولي مش، على اساس انه يتعامل مع دي كانها اوبجكت، وهي فعلا اوبجكت. هنروح للمين، اهم حاجه اقول له اوبيك. اوبيك دي معناها ان هو مجسم مصمت، اما لو شلت دي كده، لو خدنا بالنا اتعامل مع السيرفس ككل على بعضه كانه، وهقول لكم لسه المشكله اللي عندنا دي جايه منين، هقولها لكم كمان شويه. لو فتحنا دي انا ما افتكرش ان في ارنولد تاج تاني، افتكر التاجز على فكره، الصب تاجز دي ممكن تعمل لنا مشاكل. ماشي، فانا هتاكد بس ان السين بتاعي نظيفه ما فيهاش الصب تاجز. بالمناسبه الشيدر بولز دي موجوده فري على النت، لو انت حابب انك تحملها كده كده انا هرفعها لكم، بس انا حابب اقول لكم انها موجوده فري.
نرجع هنا للترانسميشن مرة تانية. هنا ده الويت زي ما احنا قلنا، هنا ده الاي او ار. كون انك تسيب الاي او ار بواحد معنى كده ان الضوء ما بيحصلوش اي انكسار، لكن لما اقول له 0.6 مثلا كده بدأ تاخد انكسارات للضوء. لو قلت له يوز او فرنيل يوز اي او ار، هنا ده بيتعامل مع ده. يعني عملت كده، كده انا هستخدم الفرنيل. طبعا انا عامل دي عاليه، انا ممكن اقلل دي شويه او ازود دي شويه، وافتكر لو زودتها شويه تبقى كويسه. الحاجه الثانيه والمهمه قوي قوي قوي، هروح في الريندر سيتنج وهروح ل الريفراكشن. هنا انا مديله ري ديبس باتنين، اتنين وانا عندي مجسم بالمنظر ده في سمك هنا، وبعدين في مجسم تاني وراه، وبعدين تاني وراه، عمره ما هيشتغل لي ازاز مظبوط. فانا دي هتعلى قوي لما بيكون مجسم بالمنظر ده، ودي حاجات نادرا لما هتقابلها. يعني بتعلي دي فعلا فعلا بتوصل منك ممكن 7-8 زي ما انت شايف. بالمنظر ده انا بسمح للضوء انه يدخل مسافه اكبر جوه الاوبجكت بتاعي، ولو الاوبجكت بتاعي مكون من كذا طبقه زي ده 2 و3 مش هيعملوا لك حاجه، بالعكس ده ممكن تعلى كمان 8-9 طالما على حسب الاوبجكت اللي انت عامله. فيمكن الحلقه دي تبقى شاذه شويه في التعامل، لكن يعني مناسبه كويسه ان احنا نعرف حته الريفراكشن دي. نفس القصه في الترانسبيرنسي، تمام، وافتكر احنا مش هنزوده عن كده لانه هياخد وقت فظيع في الريندر. تمام، هنا هقول التوتال ب 15 لاني انا زودت هنا العدد. هنقفل دي، انا هقلل شويه، هنقفل دي ونرجع هنا تاني. زي ما قلنا انا عندي السبيكولر انا عملته بواحد، بس واحد دي ريفراكتيف، يعني هيبقى ريفلكتيف قوي. بس زي ما انت شايف لما بقلل هنا خامه الازاز بالذات من الحاجات السنسيتيف قوي كل حاجه بتطفي. فانا هخلي دي لواحد زي ما هي. روفنس انا مش محتاج روفنس قوي هنا بالدرجه، مش عايز اعمل فروستد جلاس. ريفراكشن طبعا هنا شفاف بمعنى كده ازاز، انا كده رفعتها لواحد. اي او ار لو قللت زي ما انت شايف، لو زودت بالمنظر ده، لو شلت فرنيل اي او ار كده انا طلعت السبيكولر بره الاي او ار ده. فانا هرجع ده زي ما كان تاني، لكن الاي او ار ده انا هخليه حاجه بالشكل ده. انا وقفت المحاضره شويه لغايه ما اخد نتيجه من الاي بي ار عشان ما نستهلكش وقت. زي ما احنا شايفين نتيجه جميله جدا 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 جدا. التغيير في قيمه الاي او ار هنا هي اللي هتتحكم في اللوك ده. يعني انت هتتحكم في لوك الازاز. انا كده كده خلصت من السبيكولر، رفعته خليته واحد، مش عايز منه حاجه. ليه؟ هو ده هيديني كولر. اما لما بعلم على دي زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، فانا شغلي كله هيبقى من هنا. لو ما رفعتش الويت هتتعامل مع ريفليكشن، لكن لو رفعت الويت هتتعامل مع ريفراكشن او هتتعامل مع ازاز. طبعا لو خليناها واحد بقى زي المرايه، وده طبعا ما ينفعش. فهنا انا بتحكم هل الازاز ده من نوع السميك، هل الازاز ده من نوع الرقيق شويه، هل الازاز ده يعني حاجه عايز احس ان انا زي الازاز الفامي كده. فانت من هنا بتتحكم في النفاذيه. فانا هرفع ده سنه، وافتكر انا كده خدت حاجه معقوله. طبعا لو انت قللت الاي او ار ده اللي بيقل حاجتين، بيقل انكسار الضوء، فبالتالي الازاز بتحس ان هو هيقلب على فقاعه، يعني هيبقى رفيع جدا. من ناحيه تانية انت بتقلل الريفليكشن. اذا الاي او ار على فكره، شوف انا اتكلمت عليه كم مره، انا بقالي محاضرتين تقريبا بتكلم على الاي او ار ده. تمام، الاي او ار ده بيتحكم في حاجتين، ريفراكشن وريفليكشن. انا عامله 2.66، ممكن تعمله 1.66 او ممكن 1.33 على دي القيم الفيزيكال يعني.
لكن مفيش اي حاجه تانية كده. في بقى حاجه اسمها الترانسميتنس، بصراحه هي هنا مش اكيوريت قوي، لكن في الاي ال سيرفس ده الشيدر الجديد اللي بينزل مع او اللي بيضاف على ارنولد 4، طبعا في ارنولد 5 عدوا المشكله دي، في ارنولد 5 على فكره خدوا الاي ال شيدرز حطوها كستاندرد في ارنولد، فهو ده اللي انا شفته اتعمل يعني. بالاضافه ان هم عملوا ابجريد حلو في الهير ماتيريال، لكن ان شاء الله هنظبطه من الاي ال شيدرز. الترانسميتنس دي ظروفها كده، الضوء لما بيخش ويطلع سواء في منطقه ضيقه او في منطقه واسعه زي دي، في منطقه فيها كيرف او في منطقه مستويه زي دي، بيخش ويطلع ابيض ما بيحصلوش اي حاجه. لكن لو انا جيت في ترانسميتنس دي وقمت جاي مديله مثلا كلر زي خلينا نروح في حاجه زي كده، وخلي بالك القيمه دي سنسيتيف قوي للكلر، تمام ما بانتش. طيب نروح كده شويه كده سنه ونعمل كده، اعتقد وضحت تمام. اللايت بيدخل بكلر، لكن مع الانكسارات اللي بتتم جوه بيطلع او بياخد التنت الكلر اللي احنا عملناه هنا. طبعا هي هنا شغاله على الجلاس كله، لكن الاي ال سيرفس بصراحه بتطلع القيمه دي الترانسميتنس دي بالظبط. لو هي في حته فيها كيرف بتلاقي اللون ده شديد، لو هي في حته مستويه يبدا اللون ده يقل، فبجد التحكم فيها رائع في الاي ال شيدرز. هنجيلها واحنا في الورش واحنا شغالين، بس اهم حاجه نفهم الستاندرد الاول، لان شغلك في الستاندرد هيسهل عليك شغل كتير جدا في الاي ال شيدرز. لكن كده خام في الازاز مفيش فيها اي كلام. طب احنا ممكن نعمل ايه كمان بحاجه زي دي؟ لو احنا شغلنا الريفراكشن مع السب سيرفس كاتر، يعني ايه سب سيرفس كاتر؟ سب سيرفس كاتر كانك بالظبط كده لما تنور كشاف قوي ورا ايدك، فانت بتلاقي الضوء معدي من ايدك زي الاكس راي كده، هو ده السب سيرفس كاتر، اللي هو ان الضوء بيتخلل الاجسام وبيبدا يحصل له سكاتر جواها، طبعا على حسب عدد الطبقات، هما في الغالب بيبقوا 3 طبقات تمام. مش عايز اطول في الحته دي قوي عشان هي هنا سمبليفايد قوي، لكن شرحها طويل قوي. فالسب سيرفس سكاتر هو اختراق الضوء او اللون اللي بياخده الضوء لما بيخش من ناحيه وبيعدي من الناحيه الثانيه. تفيدنا في ايه؟ تفيدنا لو بنعمل حاجه خامات شبه منفذه زي الشوكولاته اللي شفتها من شويه، زي الكراميل، زي الرخام، زي العاج، زي الشمع، كل الكلام ده بيتعمل بالسب سيرفس، زي السكين، كل الكلام بيتعمل بالسب سيرفس سكاترينج. طيب اعمله ازاي؟ هنقوله في المحاضره اللي جايه عشان ما ادخلش الدنيا في بعضها في محاضره واحده، نكون استفدنا قوي من الريفراكشن في المحاضرة دي ونتكلم في المحاضرة دي. قبل ما نطلع للمحاضرة اللي جاية عايز اوريكم احنا ممكن ناخد حاجة بنسميها الفروستد جلاس لوك او الجلاس المشبر زي ما احنا بنقول بالبلدي. دي نجيبها منين؟ من ريفراكشن. هتقوم رافع الروفنس، هتقوم واخد الروفنس دي حاجة كده مثلا، لما هنستنى يخلص هنلاقي نفسنا خدنا الفروستد جلاس، هنلاقي الجلاس زي ما يكون معمول له بلر او محطوط عليه بلر، خدنا الشكل اللي هو الازاز المشبر او اللي بنسميه الفروستد. كده نبقى خلصنا من الجزء بتاع الريفراكشن، وخلصنا كمان من الجزء بتاع السبيكولر. في المحاضره اللي جايه هنتكلم على الجزء بتاع السب سيرفس سكاترينج.